يلي راح يشوفه هو غواصة مش شي تاني، وشيفها بوضعية خطيرة مش مشوار ولا استطلاع. على مقربة من حطام سفينة تايتانيك في المحيط الأطلسي، أكدت أن ركابها لقوا حتفهم. وقالت شركة أوشن جيت في بيان إنها تأسف لخسارة أرواح طاقم الغواصة. من جهته أعلن خفر السواحل الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها تشير إلى وقوع انفجار داخلي كارثي، مضيفا أيضا أن روبوتا تمكن من العثور على بقايا ذيل الغواصة على بعد قرابة 500 متر من حطام سفينة تيتانيك.